اكبر من 2 واصغر من 7 بعد اذنك يا ابراهيم حاشك هيل محمد زين جاي يدرس خلي معي اذا كان عندي اكس اكبر من 2 واصغر من 7 واكس اكبر من ناقص 2 عفوا اكس اكبر من ناقص 7 واصغر من ناقص 2 واذا كان عندي اكس اكبر من ناقص 2 واصغر من 7 شو الفرق بين هدول الحالات الثلاثه لو ربعت اكس للتربيع مربع 2 كم 4 مربع 7 49 اذا هون لا يوجد مشكلة ما واجهت أي مشكلة إذا كان في عندي 2 للتربيع بتصير 4 و7 للتربيع بتصير 49 وجوابي صحيح ولكن لو كانوا الطرفين سالبين مربع ناقص 7 شقد 49 مربع ناقص 2 4 صحيح وبالتالي هون شو صار عندي جهة متراجعة شو راح يصير فيها راح تصير X أقوى من 4 و X أصغر من تتغير جهة المتراجعة تربيع ايوه متباينه متباين شكرا انا ضربت بسالب ولا ليش انا ما عملت شيء بس انا فيني اكتب من هيك فيني اكتب عدد اكبر من 49 واصغر من 4 لا ما في عدد اساسا اكس مربع مربع ناقص 2 4 4 مربع 7 49 شو بكتب يا رشيد ما تتغير واصغر من برافو عليك هذا وضع مختلف تماما هم ما في هذا وضع مختلف تماما ليش اولا بين الناقص 2 يا هاجر والسبعة في عدد يلي هو الصفر هو اصغر مربع في العالم انا ما عندي مربع اصغر من الصفر صحيح معناتها دائما لازم يكون موجود لانه هو اصغر واحد انا بعرف هلا انه اكس مربع مستحيل تكون اصغر من الصفر هي دائما اكبر من الصفر والاربعة والتسعة واربعين اللي بيحوي لي مربعات اكثر من هو الاربعة ولا التسعة واربعين 49 فباخذه. طيب تعال ناقش لو طالب ما عمل هيك وكتب اكس مربع اكبر من 4 واصغر من شقد من 49 صحيح؟ هيك كتب. فبيجي اول طالب فورا رشيدي بيساله بقول له دقيقة شوي بين الناقص 2 والسبعة ما في صفر؟ صفر للتربيع؟ صفر وينه؟ أنت عم تقول لي اكس مربع اكبر من 4 صح يا هاجر؟ شيل الموبايل. طيب تعال ناخذ واحد، واحد للتربيع واحد موجود لا ناقص واحد ناقص واحد للتربيع واحد موجود لا وبالتالي هذا الكلام اللي كاتبه غلط فدائما اذا كان عندي طرفين مختلفين ليك هذول طرفين مختلفين في عندي سالب وفي عندي موجب دائما متراجعتي من راح تبدا دائما مع اليساوي راح تبدا من الصفر اما هون حسب اذا كان في يساوي يساوي اذا كان ما في يعني لو الصفر موجود في النص اصلا في دائما لازم تبدا من الصفر اذا كان موجود الصفر بالنص فلازم تبدا من الصفر لو كان عندي هون ناقص 12 شو بصير جوابي؟ 0 وهون شو بصير؟ فورا استغنيت عن هاد ليش استغنيت عنه لانه صار الاصغر صح؟ 49 هي صغير باخذ الكبير من هو الكبير؟ التمرين الثالث في عندي اكس اكبر من ناقص 2 واصغر من شقد؟ اصغر من 4 واضح جدا انه اكس مربع اكبر او تساوي فورا شو بحط هون؟ فورا 0 هون شو بحط؟ في عندي ناقص 2 للتربيع 4 وفي عندي 16 شو باخذ؟ باخذ 6 شيل الموبايل حسين اكس واي بينتموا لري معناتها اكس اكبر من ناقص 3 واصغر من 4 وواي اكبر من ناقص 4 واصغر من 2 شوف اول سؤال بساله لحالي هون اول سؤال بساله لحالي هون خليك معي داليا داليا دنيا هل يمكن تحديد اكبر قيمه واصغر قيمه لاكس وواي على اعتبار انه اكس وواي بينتموا لري فيني غير قادر لو كان زد لو كان هون بينتمي لزد فانا فيني اعرف اكبر قيمه واصغر قيمه لانه زد اعداد صحيحه اما هي الاعداد شو نوعها حقيقيه بجوز يكون هون عندي 3.999 فانا غير قادر على التحديد لاني غير قادر على التحديد ما ادري انا اعمل شيء هون فكل اللي بعمله انه باخذ ناقص 3 بضربها بمين شو بتعطيني باخذ ناقص 3 بضربها بمين ب2 شو بتعطيني ناقص باخذ الأربعة بضرب ناقص 4 شو بتعطيني ناقص باخذ 4 بضرب 2 شو تعطيني 8 هو شو طالب مني طالب مني احصل اكس واي بين اكبر قيمه واصغر قيمه اكبر قيمه طلعت هون شقد 12 واصغر قيمه سالب 16 اتفقنا لو غيرت التمرين شوف لو غيرت التمرين وكتبت لك هون ينتمي الى زد صار فيني اخذ هون بدل ناقص 3 شو باخذ ناقص 2 صح وبدل 4 شو باخذ 3 وبدال ناقص 4 شو بحط هون؟ ناقص 3 وبدال 2 شو بحط؟ 1
لا بضل مثل ما هي اثنين لانه في يساوي صح؟ لا بتغير شايف كل التمرين تغير كليا فقط بسبب تغير زد بس لانه اعداد صحيحه اللي بعده يلا تعال ناخذ تمرينين ورا بعض يوضح هذا الشيء مشان اذا سالتني ليش محمد شوفوا التمرين السادس والتمرين السابع يلا خليك معي كمان هون طالب من الماكس نفس التمرينين تقريبا ولكن شو الفرق الفرق بين التمرينين هو زد وري تعال نشوف لو عطيني ري هل انا قادر على تحديد اكبر قيمة واصغر قيمة لإكس او واي لا ما بدي لانه ري فمضطر انا هون اني اجمع ناقص 3 وناقص 2 ناقص 5 وإكس زائد ي وشو عندي هون 10 فأنا بعرف من هون هو مخبرني إنه إكس زائد ي بينتموا لمين بينتموا لزد صح ولا ما مخبرني لأنه ما بيدل إذا ما خبرني فما فينا حد إكس واي بينتموا لزد فمين هو أكبر مقدار هون 9 صح معناته الماكس من هو هون الماكس هو 9 لأنه أكبر عدد صحيح أصغر من 10 من هو هو 9 ماكس يعني أكبر ومينيموم يعني أصغر طيب هون عطيني اكس واي بينتموا لزد فانا قادر اني احدد قيم على سبيل المثال شوف بعمل بدال اكس ناقص 3 شو بحط بداله حط بداله فورا ناقص 2 بدال 4 شو بحط 3 بدال 6 5 هيك بصير بتغيروا كله هلا لو طالب مني المينيموم بحط له بس طالب مني فقط الماكسيموم فبقول له 3 و5 شو مجموعهم 8 يعني هون اكبر شيء تمام شفت الفرق بين حل التمرينين انا هون قدرت اني احدد من هي اكبر قيمه ومن هي اصغر قيمه اما هون ما كنت قادر على التحديد لو هو اصغر قيمه اقل من الاربعه حطينا 3 ايش بعرف ممكن بيت ثانيه عن 7 راح حل ليش راح حل 12 تماما مثله تمام 12 خليك معي بعد اذنك اكس واي بينتموا لزد اكس اكبر او يساوي ناقص 2 اصغر من 4 واي اكبر او يساوي ناقص 4 اصغر من 3 بدي ماكس 3 اكس ناقص خليك معي اذا بدي بهذا المثال بشبه المثال السابع اكس واي بينتموا لزد صح فانا قادر احدد قيم ولكن تعال نشوف طالب مني ماكس 3 اكس ناقص واي فاول شغله عندي اياها اول مشكله انه ما عندي 3 اكس صح؟ ما عندي 3 اكس فبضرب ب 3 لو ضربت ب 3 شو بصير معي؟ قبل ما اضرب ب 3 اتفقنا بس كان عندي زد بدل 4 شو بحط؟ 3 شوف ليش لا تسالني لانه هون رفيده الاربعه هو عدد حقيقي الاصغر من الاربعه هي في كثير اعداد حقيقيه صح؟ 3 ونص 3 و6 3.6 3.7 بس انا اعمل لك انه ينتمي الى اكس ينتمي الى زد مين هو اكبر عدد حقيقي بينتمي لزد اصغر من الاربعه 3 وبالتالي انا متاكد انه اكبر قيمه لاكس شو راح تكون راح تكون 3 اكبر يعني قيمه لاكس زد ومينيموم بيجي هو المشكله بيجي زد وكل شيء بس هو ما هو السؤال شوف انت تكون عندك اكس اكبر من الواحد واصغر من العشرة اكس تنتمي الى زد ماكس الاكس ايش قد 9 ماكس الاكس 9 طيب اكس تنتمي الى ري ماكس الاكس ايش قد ما بعرف صحيح ما بنعرف لانه ممكن يكون 9.99 ممكن يكون 9.00009 مستحيل ما حد بيعرفه نحن بنعرف انه بين الواحد والاثنين في كم عدد هون حقيقي عدد لا نهائي من الاعداد وبالتالي انا هون غير قادر على التحديد اما هون فيني احدد بسهوله عليكم السلام عليك دكتور عبد الله بعد الخطوة دي اوكي انا ما بدي اكس شو بدي 3 اكس معناتها بيجي بضرب كل الاطراف ب 3 شو بصير هاي ناقص 6 شو بصير هاي 9 اوكي 3 اكس صارت جاهزة التمرين 3 اكس صارت جاهزة شو بقي يعني
باين علي ناقص واي صح؟ اثنين. انا بشوف مين اللي بنطرح؟ هي لا يمكن طرح المتراجحات، لا يمكن طرح المتراجحات، تجمع المتراجحات تجمع، بس قبل ما اجمع شو بعمل؟ بضرب بناقص واحد. تمام؟ ليش ما فيني اطرح المتراجحات؟ لانه انا عم بطرح، شو بصير جنت المتراجحه؟ تتغير، وبالتالي ما بحق لي اطرح. فقبل ما اطرح لازم اوجد ناقص واي. ضربتهم بناقص، شو صارت هاي؟ زائد 4، وشو صارت هاي؟ ناقص 3. هلا بجمع ناقص 6 وناقص 3 شو بيعطوني؟ سالب 2، سالب 2. ما غيرت. اوكي مو مشكله، لانه ما بدي المينيموم، ما اهتميت فيه. اعملوا اعملوا بدكم. ضربت بناقص والله ناقص واي، هي ناقص واي 3 ضرب ناقص، ناقص 3، وناقص 4 ضرب ناقص 4. تمام؟ هدول لو بدك اياهم نحسبهم، ما مطلوبين مني، مطلوب مني هون 3 اكس ناقص واي، خليكم 9 زائد 4 13. واضح جدا انه اكبر قيمة ايش قد هون؟ 13. هو شو طالب مني اكبر قيمة؟ حتى لو حبيت اوجد اصغر قيمة جاهز ايش قد؟ سألكم سؤال، لو شلت هاي شو بصير الجواب؟ 12. تمام؟ تروح هاي فورا. دائما دائما اذا كان عندي اشارتين هيك فالغالبية لمين راح تكون؟ دائما راح تكون لا لا بالعكس. يعني هدول تقطع مع بعض، مين اللي بيطلع ما بين ما جمعت دول مع بعض، مين اللي ضل؟ الاكبر تماما، اللي يساوي بتروح. لانه بالمنطق اذا هذا العدد ما راح يوصل للتسعة، معناته مجموعه ما راح يوصل ل 13. هذا لا الصفحه كلها عندك محلوله. سؤال 13 والاخير في هذه الصفحه الجميله. شوف الفرق بين هذا التمرين والتمرين اللي قبله دكتور وفيدا. انا سمعت دكتور وفيدا، نفس استاذ؟ لا وفيدا فيدا شاطره. استاذ وفيدا لو جاي عندي من زمان سابقا بضمن لك الطب 100%. خل ان شاء الله يا رب. خليك ليش مثل حقتلك يا مستر، خليك معي بعد اذنك. هل أنا قادر يا دكتور مهند؟ هل أنا قادر على أني حدد قيمة X و Y؟ لا، لأنه ما عطيني يا بنتم ولا زد، بنتم ولا مين؟ بنتم ولا ري. بس فيني حدد قيمة X ناقص 2 Y صح؟ نعم. طيب معناته أنا هو كل اللي بعمله X بتضل مثل ما هي، ولكن ال Y مضروب بش قد؟ مضروب بناقص 2 صح؟ وتنضرب بناقص 2 هذا الأربعة شو بصير؟ ناقص 8، وهي ناقص 2، وهذا شو بصير؟ بصير 18، صحيح؟ بهذا الشكل الجميل. هلا فيني اجمع، تعال نجمعهم مع بعض، ناقص 4 وناقص 8 ناقص 12، هون x ناقص 2 y اصغر او بيساوي ايش قد؟ بيساوي 23. لو طالب مني الماكسيموم فبقول له الماكسيموم 23. دقيقة شوي، هون شو بحط؟ دائما هدول مع بعض شو بيعطوني؟ بيعطوني اكبر تماما، فجوابي شو بيكون؟ ناقص 11. أكبر من ناقص 12، من هو الأكبر من ناقص 12؟ سالب 11. هيك بنكون خلصنا حلقة اليوم.